بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة ان شاء الله هنتعرف مع بعض احنا محتاجين ايه عشان ندخل العالم الجميل بتاع بايثون وعشان نتعلمها باحتراف بإذن الله. اول حاجة في الدنيا كالعادة انت محتاج برنامج تكتب عليه الاكواد. عندنا حاجة اسمها تكست اديتور وعندنا حاجة اسمها اي دي اي. تكست اديتور هو برنامج بيعمل اديت للكود عادي جدا عشان تشتغل بيه في اي لغة برمجة. الاي دي اي هو اختصار لحاجة اسمها انتجريتد ديفلوبمنت انفايرومنت. ده عبارة عن تكست اديتور لكن جواه بيتعمل بتساعدك، جواه مثلا لوكال سيرفر، جواه تيرمينال، جواه كل الحاجات اللي بتساعدك ان انت تكتب الكود وترن في بيئة عمل احترافية. الاي دي اي بتاعنا زي برنامج اسمه بي واي تشارم. بي واي تشارم او بايثون تشارم او بايثون الساحر، ده عبارة عن برنامج من شركة جيت برين، ممكن تنزله لو حابب. البرنامج ده فيه نسخة بروفيشنال وفيه بفلوس وفيه نسخة للكوميونيتي فري. البرنامج ده شباب لو انت واحد من الطلبة الموجودين في الجامعات، الجامعة بتدي لك ايميل، شركة جيت برينز دي عن طريق ايميل الجامعة ممكن تدي لك جميع البرمجيات بتاعتها باللايسنس حقيقي بروفيشنال لمدة سنة، وكل سنة بتفضل تجدد الموضوع ده من غير اي مشكلة خالص طول ما انت عندك ايميل الجامعة وشغال بيه. طيب احنا هنا ان شاء الله اخترنا الفيجوال ستوديو كود لانه محرر ظريف جدا واغلب الناس بتشتغل بيه وحاجة بجد عملاقة جدا من مايكروسوفت. تاني حاجة وهي الأهم إن احنا نداونلود اللغة نفسها. تكتب في جوجل داونلود بايثون، هتدخل على صفحة الداونلود زي كده هتلاقي آخر إصدار عندك اللي هو هنا مثلا 3.8.2. لو ربنا ادانا عمر والكورس ده عدى وقت طويل والناس بدأت تشوفه ممكن تلاقي إصدار غير ده، مفيش مشكلة نازل آخر إصدار، ومع الوقت وانت بتتعلم لو في اختلافات بين الإصدارات هتبان معاك بإذن الله، مفيش أي مشكلة خالص. هتخش على صفحة الداونلود، هتنزل تحت خالص هتلاقي الفايلز هنا. عندك ال 64 بت، لو انت عندك المعالج بتاعك 64 بت هتقول له انا عايز احمل النسخه دي الاكسكيوتبل انستولر ده. لو انت عندك 32 بت ده الخاص بال 32 بت. بعد ما تعمل داونلود بينزل الملف بتاعنا كبرنامج عادي جدا ونشوف مع بعض ازاي نعمل له سيت اب. ده يا جماعه البرنامج بتاعنا زي اي برنامج انت بتتعامل معاه، وهنا ممكن نضيف البايثون للباس بتاعنا في الكليك. هنشوف الكلام ده كله واحنا بنفتح ملفات البايثون وهقول له انستول ناو. طبعا يس، اي رساله هتجيلك مفيش اي مشكله خالص، وهنستنى البرنامج لحد ما يتعمل له انستول. عندنا هنا نقطه يا جماعه ان الويندوز ليه ماكس باس معين. لو انت عندك مثلا، اي حد فيكم ممكن واجه المشكله دي، لو انت عندك ملفات جوا بعض كتير جدا وجواهم ملف الاسم بتاعه طويل جدا هتلاقي الويندوز بيجي عند مرحله معينه وما يقدرش يوصل للباس ده. دي حاجه في الفايل سيستم بتاعت الهارد او في الان تي اف اس، حاجه من الحاجات البعيده تماما عن اللغه وما لهاش علاقه بالبايثون. الخيار اللي انا اعمله ده ممكن يخليك تديسيبل الكلام ده وتخليه باي باس الكاركترز ويعدي عادي، مفيش مشكله منه ونقدر نعمله في المستقبل. انا بس حبيت اديك معلومه جانبيه اللي هي بيسموها المعلومات اللي بين السطور. هقول له كلوز وانا كده خلصت الحمد لله، وهفتح الستارت. هتلاقي عندنا دلوقتي البايثون زي ما انتم شايفين الاصدار 3.8 اهو، وهنعمل اول برنت في حياتنا عشان نجرب كده نطبع مثلا جمله هالو بايثون علشان بس نبدا حياتنا. وادي الهالو بايثون الحمد لله كله تمام وزي الفل، وكده عملنا داونلود للبايثون. الحاجة التالتة عندنا هو الاكستنشن. عندنا اكستنشن اسمه بايثون، ده واحد من الاكستنشنز المهمة جدا اللي لازم تنزلها، لازم 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 تنزلها. ده معمول ليه 17 مليون داونلود زي ما انتم شايفين، وهينفعك جدا اثناء تعلم الكورس باذن الله. طيب بعد ما عملنا له انستول وكله تمام، نشوف مع بعض باقي الحاجات اللي عندنا. الحاجة رقم 4 هو الكوماند لاين. زي ما انتم شايفين من شوية انا فتحت شاشة كوماند لاين وكتبت فيها امر فطلع لي النتيجة. لازم 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 100% عشان تفهم الكورس ده تتعلم الكوماند لاين. في كورس في القناة اسمه ليرن كوماند لاين، عبارة عن 8 فيديوهات بيديلك الخلاصة في عالم الكوماند لاين وبيفهمك الدنيا وبيديك الاوامر اللي انت محتاجها وبيقولك اهم الاسرار في الكوماند لاين. لازم 100% تشوف الكورس ده كامل، من غيره هتضيع وفي حاجات كتير جدا مش هتفهمها في كورس البايثون، لان الحاجات دي طبعا ملهاش علاقه بالبايثون. دي اوامر وتيرمينال بتكتب فيه اوامر، والاوامر دي بتعمل حاجه معينه، فطبعا مش محتاج اوصيك. بعد الكوماند لاين او بعد ما تتعلمه اثناء الكورس اصلا هيرشح لك برنامج اسمه سيمدر عشان تكتب عليه الاوامر. السيمدر ده يا جماعه عامل بالظبط زي السي ام دي اللي عندنا في النظام ده، لكن في الوان وفي شغل جميل وتقدر تفتح اتنين جنب بعض وتسويتش بينهم، حاجه محترمه قوي 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 قوي، ولازم اصلا يكون عندك في جهازك از ديفلوبر علشان هيفيدك في شغلك مش بس في البايثون.
الحاجة اللي بعدها رقم 6 وهي الأهم هو النوليدج ان بروجرامينج. لما تدخل دايما على كورس برمجة جديد ما ينفعش يكون أول حاجة في حياتك بتتعلمها هو الكورس ده، لازم يكون عندك خلفية عن البرمجة، لازم تكون فاهم حاجة بسيطة جدا حتى يعني ايه برمجة قبل ما تدخل في الكورس عشان برضه ما تضيعش. ده كورس ماسترينج بس بيتكلم عن البايثون، لو في خلفية برمجية هتساعدك جدا بإذن الله، لو ما فيش وصفر خالص إن شاء الله برضه في وسط الكورس هيكون في شرح لحاجات كتير. نصيحة، لو انت عايز تتعلم وعندك مثلا اللغة الانجليزية قوية، اكتب في جوجل Introduction to Programming او بالعربي مقدمة عن البرمجة، هتلاقي مقالات كتيرة جدا تدخلك بس عالم البرمجة وتفهمك الدنيا ماشية ازاي. الكورس يا جماعة او المنهج بتاع CS50، في منهج بتقدمه جامعة هارفارد اسمه CS50 مبني على البايثون دلوقتي، او بيشرحوا المنهج بلغة البايثون. طبعا الكلام ده في الوقت اللي انا فيه في الكورس ده، لانه قبل كده كان بلغة PHP وغيروه، فجايز الكورس ده يوصل لسنة معينة وتلاقي ان CS50 بقوا بيستخدموا لغة تانية، لكن انا بقول لك عشان تكون عارف نقطة الفيرجن وهي المهم. لو انت واحد بتتعلم بايثون واكتشفت ان في ابلكيشنز قديمة ورحت اي شركة بتتعامل بالاصدار التاني مش التالت، عايز اقول لك ان كل الابلكيشنز كل المكتبات كل البلجنز الموجودة في الكوميونتي اتحدثت الاصدار التالت، فما فيش مشكلة خالص من ان انت تبدأ حياتك من الاصدار التالت مش التاني، عشان تكون بس فاهم الفكرة دي. اخر حاجة عندنا هو الباست نوليدج، النوليدج الخاصة بالمسار اللي انت اخترته. احنا قلنا في الدرس الاول او في الفيديو الاول ان احنا عندنا مسارات كتيرة جدا في البايثون، كل مسار ليه اللغات بتاعته. لو انت مثلا اخترت البايثون از ويب ديفلوبمنت وعايز تدخل في عالم الويب ديفلوبمنت واشتغلت بفريم ورك زي الجانجو، طبيعي ان انت لازم تتعرف على HTML و CSS واللغات اللي هتبني بيها الويب. فكل مسار هتختاره بعيدا عن البيزكس اللي خاصة بلغة بايثون نفسها، لازم طبعا المسار ده تختار له لغاته والتول بتاعته وتتعلمها. يا رب يا جماعة نكون استفدنا من الفيديو ونقدر نقول ان احنا جاهزين، عندنا التولز بتاعتنا، كل حاجة تمام عشان نبدأ حياتنا بإذن الله مع اول ابليكيشن لينا. يا رب يا جماعة الفيديو يكون بسيط وظريف وسهل، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.